بري. شرف عظيم لينا تشريف حضراتكم النهارده لغرفه العمليات المركزيه لمؤسسه حياه كريمه. مؤسسه حياه كريمه هي مؤسسه مجتمع مدني تم تدشينها في اكتوبر 2019. يشرفنا ان مؤسسه حياه كريمه تحظى برعايه خاصه من السيده انتصار السيسي حرم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تضم مؤسسه حياه كريمه ما يزيد عن 45 الف متطوع وحوالي 27 مقر في كافه محافظات الجمهوريه. تستهدف المؤسسه خدمه المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. مؤسسة حياة كريمة لها العديد من المبادرات الكبيرة، على رأسها مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وذوي الهمم، بجانب مشاريع الدعم الغذائي والقوافل الطبية في كافة المحافظات. مع حضراتكم هنا غرفة عملياتنا في على معبر رفح التي تبث بشكل مباشر موقف القوافل الإغاثية في معبر رفح لحظة بلحظة. واضح هنا اخر القوافر التي تعبر من المعبر. هي ان يعني خلال امبارح والنهارده وصل حوالي 600 قاطره محمله بالمساعدات الاغاثيه من مواد غذائيه لمساعدات طبيه وغيره. ده بس حي الان من المعبر، وده الاهم بالنسبه لنا لانه بينقل بشكل حي لهذه الغرفه ماذا يحدث على المعبر بخصوص الشاحنات الاغاثيه. في مركز التعبئة لغرفة حياة كريمة، اسمحوا لي أبدأ مع حضراتكم بالتعريف بمهام الغرفة.